حذر من الفرح المفرط بالنجاحات. الفرح المفرط قد يشغلنا عن المهمة التي مهمة المرحلة المقبلة، ننشغل بأفراحنا وننسى المستحقات التي علينا في المرحلة المقبلة. وأن لا نكون من أولئك الذين قالهم عنهم القرآن الكريم إنهم كانوا قوما فرحين. بدالي في الآونة الأخيرة أن الاستقرار أساس الأمن وأساس الإعمار وأساس البناء، لأنه إن لم يكن هناك استقرار سياسي سوف يبقى المناكفون والمتصارعون والمتخاصمون، هذا يضرب ذاك وهذا يتهامر على هذا. نحتاج إلى استقرار، نحتاج إلى استقرار سياسي ليستقر الأمن، ونحتاج إلى الاستقرار السياسي وفق الدستور لكي يكون حاكما وليس غير الدستور أبدا. المجاملات والتفاهمات والامتيازات للبعض على البعض الآخر بعيدا عن الدستور الذي صوت عليه الشعب، هذا عمل لا يثمر. نحتاج الاستقرار من أجل أن نخاطب العالم بلسان واحد وليست بألسن متباينة مختلفة يعاب علينا ذلك. نحتاج إلى الاستقرار الذي يمنع أحدا أن يتكلم بكلام غير ما تقوله السلطات المعنية، ونحتاج إلى استقرار يمنع من يستنجد ويستعين بأجندات خارجية من أي دولة كانت حتى لو كانت صديقة.